قرارات مهمة وتاريخية للرئيس السيسي والدولة المصرية، والحديث كمان فيها عن الكوادر التعليمية، سواء التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي، طبعا الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعات. وعشان كده أنا هروح معاكم مباشرة للدكتور ناصر الجزاوي رئيس جامعة بنها، بنرحب بيه في 90 دقيقة. أهلا بك يا دكتور ناصر، وكل سنة وحضرتك طيب. أولا أهلا بحضرتك يا أستاذ حساب والسادة المشاهدين. أهلا بيك. إزاي قرأت النهاردة هذه القرارات، ولو تشرح لنا هيكون تأثيرها عامل إزاي على الكوادر الجامعية؟ اسمح لي يا أستاذ حسام في البداية يعني أن أعبر كمواطن مصري أولا عن امتناني وشكري للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حقيقي لتوجهات سيادته اليوم لتطبيق أكبر حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة بتهدف فعلا لحماية الاجتماعية للمصريين، وأن الإجراءات دي فعلا رسالة بتطمن كل المصريين في ظل موجة التضخم اللي بتضرب العالم، وهي إجراءات في مجملها بتنصف المواطن البسيط وبتدعم الأسرة المصرية. أما كوني كأكاديمي وكرئيس جامعة، فإن حزمة الإجراءات الاجتماعية دي اليوم بالتأكيد أسعدت أكثر من 135 ألف عضو هيئة التدريس بالجامعات المصرية وتقريبا زيهم كده في هيئة البحوث. الإجراءات دي يا أستاذ حسام تضمن وزيهم في هيئة البحوث، ها؟ في هيئة البحوث طبعا، لأنه برضو المعاهد والمراكز البحثية هيرسي عليها نفس القرار بالتأكيد، لأن الإجراءات دي تضمنت تخصيص 15 مليار جنيه زيادة إضافية في أجور ومرتبات الأطباء وأطقم التمريض والمعلمين وأعضاء التدريس. من ال 15 مليار جنيه دول، مليار و600 مليون جنيه زيادة إضافية لهيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد البحثية. جميل جدا. ده طبعا من شأنه بيزيد من الرضا عند هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وبتساعدهم على يعني مواجهة أعباء الحياة في ظل الوضع الاقتصادي المربك في العالم كله، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط. بالتأكيد. وهذا القرار طبعا هيستفيد منه عدد كبير، تقريبا قد إيه في جامعة بنها؟ احنا في منتسب جامعة بنها حوالي 15 ألف منهم 6000 عضو هيئة التدريس، والباقي هم عبارة عن الهيئة الإدارية والأطقم الطبية في المستشفيات الجامعية. جميل جدا. أنا بشكر حضرتك طبعا، وبنوجه التحية لحضرتك ولكل العاملين في جامعة بنها. بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور ناصر الجزاوي رئيس جامعة بنها، شكرا جزيلا.